تواجدوا هذا اليوم بالمرفق ديال سوق الاحد، احد اكبر المرافق الاقتصاديه على المستوى الوطني. طبعا حل استثمارا العطله الاسبوعيه باش يقوم المصالح المكتب الصحي الجماعي بالتعقيم وبالتطهير ديال السوق. وهذا داخل بطبيعه الحال في مجموعه من الاجراءات اللي كنشتغلوا عليها مع باقي المتدخلين من سلطات محليه، مصالح امنيه، مصالح الوقايه المدنيه، المصالح ديال الصحه كذلك وغيرهم، واللي كنشتغلوا فيها تقريبا وفق المحاور التاليه. كاين تطهير بطبيعه الحال والتعقيم ديال المرافق العموميه اللي كتعرف حضور مكثف المرتفقين، بينها سوق الاحد، من المقر الجامعه، المقر ديال مجموعه من المؤسسات. وكاين كذلك التعقيم ديال وسائل النقل، الطاكسيات، الحافلات، سيارات الاسعاف، بالاضافه كذلك العمل التحسيسي اللي كتقوم به المصالح الجماعيه مع باقي الشركاء. وهذا كان نشتغلوا بطبيعه الحال منذ مده، حيث انه تم التوجه حتى للمراكز ديال الاسواق الخاصه اللي كتعرف حضور مكثف ديال المرتفقين من اجل التحسيس ديالهم، وبطبيعه الحال التنسيق معهم فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات الاحترازيه. نتمنوا ان شاء الله على انه الجميع يكون منخرط بواحد الشكل تضامني في التنزيل ديال هذه الاجراءات الاحترازيه، لان هي السبيل الوحيد للحد من الانتشار ديال هذا الفيروس، وبالتالي يعني التوقيف ديال الاثار ديالو الصحيه والاقتصاديه وغيرها يعني من الاثار.